كربلاء نيابة عن صاحب الزمان، أزور كربلاء لأنها سفينة الأمان، أزور كربلاء نيابة عن صاحب الزمان، أزور كربلاء لأنها سفينة الأمان، أزور الهز لجبرائيل مهدي، أزور الظل على التربان وحدي، أزور لا جفن لا ثوب عندي، ثمرة فاطمة وريحان جدة، محطة الرجاء بقبره والحب والحنان، أزور كربلاء نيابة عن صاحب الزمان، حسين حبيبي حسين، نور عيني يا حسين، غريب يا حسين، قتيل يا حسين، شهيد يا حسين، وحيد يا حسين، عطشان يا حسين، الزهراء في مثل هذه الأيام تأتي إلى قبر ولدها الحسين، تقول ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، ومن شرب الماء منعوك، تقول له يا ابن حسين أنا أمك وجيتك، يا ابني وكسر ضلعي ما نسيتك يما، الحسين يجاوبها سلام الله عليه، ايش يقول لها؟ يقول لها لو تدرين ايش جرالي، متنا من العطش انا وعيالي، يما والله متنا، من العطش انا وعيالي، تقول ليش عجب ما حد جاب لك ماي 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 ماي، يقلها حاصروني وما حد وياي، تقول ليش عجب شا عباس وين 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 وين، تقول ليش عجب شا عباس وين، يقلها على الشريعة موذرينا، بعد هذا الحكي الزهراء صاحت
يا ابن حسين زينب وين راحت؟ ايها الباكي على زينب، ايها المتأثر بزينب، ايها الناعي بعاشوراء. زينب بهذه الليالي قد دخلت الكوفة، زينب تقول طبينا للكوفة. يا ابويا علي يا بعد قلبه يا علي، طبينا للكوفة. الحق يا ابونا يا علي، طبينا للكوفة. هنا بعد هذا الحكي الزهراء صاحيت، يا ابن حسين زينب وين؟ وين زينب وين راحت؟ وين راحت؟ يقلها يما بنتك قيدوها، ولابن زياد يا يما خذوها خذوها. يما يما لابن زياد يا يما خذوها، تقل شلون شلون شلون، تقل شلون عفت اختك سبيان. يقلها يما من غصبا علي، يقلها يما بنيتك هاي الكبيرة من حيرتها، من حي مثل حيرتها بعد ما شفت حيرة. زينب تقول سلام الله عليك يا زينب، يلا يا الزاير حضر قلبك لعاشوراء والبكاء على الحسين. نوحوا على زينب وتذكروا غربتها، وخلوا الدمع ينصاب وابكوا على خيمتها. نوحوا على سكينة مدللة راعي الجود، قولوا لها العباس صابوه بالعود. عمي بويا عمي يا بعد قلبي يا عمي، نوحوا على رملة وابكوا بقلوب هايم، وحضروا شميع لوداع في زفة القاسم، في زفة القاسم. نوحوا على ليلي بلوعة وقلب مضطر، وبجوع على الشبان وتذكرون أكبر. نوحوا على العباس، ساعد الله قلبك يا حسين على فقدي أبي الفضل العباس. أنت الذي قلت الآن انكسر ظهري وقلت بي حيلتي، وشمت بي عدوي، نوحوا على العباس. قطع على كفي أنا جثت بلا يا راس، وصاب السم عيني. بويا ما حد بات، ما حد بايات بغير الونا، بغير النوح والونا ما حد بات. وعلينا الدهر حد سيف ابو علي، ما حد بات
بنات الزهرة من يمشن ما حد بات، يعني زيادة بمحد بها بعد قلبي، بنات الزهرة من يمشن ما حد بات ما حد بات، كبرا من مرار الغاضرية بويا كبران كبران من مرار الغام بويا الغاضرية. أذكر لكم هذا الموقف، واحد من أهالي الديوانية من خدام الحسين، ولعله قد ذكرته في السنة التي قد مضت، الوادم تكتب على حب الماي اشرب الماء واذكر عطش الحسين. هذا المتعارف عندنا خصوصا بالعراق، لما نكتب على حب الماء واللي يسمى بالعربية الكوز الماء، شي نكتب اشرب الماء واذكر عطش الحسين. بس هذا مجنون بالحسين ما كاتب هاي العبارة، ايش كاتب على حب الماي؟ كاتب فرفحت روحي عليك وانشلت عضاي، انا فرفحت روحي عليك وانشلت عضاي، انت تعطش يا حسين وانا اشرب الماي، وانا يا 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 انا وانا اشرب الماي. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا وكرب الزوار، مشاهدي قناة كربلاء اللي دا يشوفون باب العباس وضريح العباس ابو فاضل، المشتاقين للعباس ابو فاضل اللي بقلبهم حرقة على زينب، اللي محترقين ويا حرقة الخيمة، اللي الان جاي يبكون على زينب ويذكرون زينب بلا غطاء وبلا وطاء، والذين يبكون على زينب عندما اركبوها على النياق العجفة على النياق الهزل، كل من يبكي على زينب الله يعظم أجره، سيما صاحب العصر والزمان من المكان المقدس من كربلاء الشموخ والإباء، نردد سوية يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا بحق الحسين. من قاموس الحق الأزهر وناموس العدالة الأزهر، أخي شبير وشبر الذي أريق منه الدم الأحمر، أبي الفضل القمر الأزهر ابن علي الكرار حيدر، حياكم الله خدام الحسين، عشاق أمير المؤمنين، أحباب العباس أبو فاضل، يا من تشاهدون قناة كربلاء المقدسة، يا من تذوبون عشقا بالحسين، هنيئا لعيونكم، وش قد بكت على الحسين، إن شاء الله الزهرة تجازيكم أم الحسن، وإن شاء الله زينب سلام الله عليها تشفع لكم، لأنكم قد واسيتم قلبها بالبكاء على حبيبها وعزيزها الإمام الحسين عليه السلام. مساكم الله بالخير من قناتكم قناة كربلاء التي عودتكم على البكاء على الحسين، والتي عودتكم على إيصال منهج العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين. نعم إخواني الأعزاء، من العتبة العباسية المباركة، من خدامها الشرفاء الأعزاء العاشقين لأبي الفضل العباس، ومن الزوار الذين يحفون بهذا القبر المبارك وهذا الصحن الشريف، ومن الأروقة الطاهرة التي تشرفت بغرة أبي الفضل العباس عليه السلام، من باب العباس اللي دائما تعودنا ندق بالخير والبركة وقضاء الحاجة، إن شاء الله هنيئا الكل واحد يحب العباس أبو فاضل. بخدمتكم كادر برنامج يا أبي الفضل من خلال قناتكم العزيزة المباركة ممثلة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، قناة كربلاء، خلف الشاشة المباركة الأرقام الطاهرة الحسينية التي ستوصلكم بهذه الزيارة المباركة والعزيزة على قلب زوار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. إذن أنا وإياكم نشرب بنداء يا أبي الفضل العباس، وإن شاء الله هذا الشف اللي يرفع بحضرة أبو فاضل العباس، إن شاء الله شك واحد يرفع شفه قدام العباس أبو فاضل كل حظ وبخت ويحصل الحاجة. قبل ما تقول يا أبي الفضل تحصل وتحصلين الحاجة ببركة أبو فاضل العباس. عندنا زائر، أنا وإخوتي كادر برنامج يا أبي الفضل بمعية الأستاذ محمد نوري مخرج البرنامج وأخواني الأعزاء الذين هم أمامي، أتمنى لهم أيضا التوفيق، كادر برنامج يا أبي الفضل يرسلون لكم التحايا والسلام والتقدير والاحترام. أبو محمد من السعودية، أو سيد محمد من السعودية، سيدنا حياكم الله من بيت الله الحرام الذي خرج الحسين من المدينة خائفا من مدينة رسول الله.
نعم ردد معي يا أبا الفضل. تفضل سيدنا، تفضل مولاي. هاي أجواء كربلاء المقدسة، ما أجملها. لبيك يا أبا الفضل العباس. بيبي أنت وأمه. السلام على قطيع الكفين. السلام على قطيع الكفين. الساقي عطاش يا كربلاء. السلام عليك وعلى أختك الحواء زينب. السلام عليك وعلى أبيك أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين. سلام الله عليها. جزاكم الله خير. أم البدور. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تفضل على راسي وجودنا في خدمة زوار أبو فاضل العباس. قل لي شنو هي الأسماء؟ قول عيوني سيدنا. سيد محمد أخوة ثلاثة. نعم. سيد محمد بالجوية. نعم. الوالد سيد صانه. سيد. سيادة وصفة صبان خان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكشف كربي بحق الحسين، وفقك الله لخير الدنيا والآخرة، أنت ومن يحب العباس أبو فاضل سلام الله عليه. مستمرين إخواني أعزائي أحباب العباس، عشاق العباس، معكم قلبا وقالبا بهذه الزيارة المباركة. أم ميثم من محافظة الناصرية، سلام عليكم، حياك الله. تفضل أم ميثم، يلا ردد يا أبو فاضل العباس وإن شاء الله بتشفك الحاجة ببركتك فيه. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. نعم يا أم ميثم من الناصرية نيابة عن أهالي الناصرية الشرفاء الأعزاء، ردد يا أبا الفضل. يا أبا الفضل، إذا وصلت نداء يا أبا الفضل توكلي بالله، إذا ما وصل النداء يعني عرف من أنه ما موجودة. تقدرين تعاودين الاتصال عموما، أنا سجلت اسمك. الله يوفقك. السلام عليك يا قمر العشيرة. أم ميثم يا أبا الفضل محمد. العباس يلا تفضلي، تفضلي أم ميثم، أنا ما واصلني الصوت. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا قمر العشيرة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وعلى السلام أصحاب عليكم الحسين. يا أهل بيت النبوة. أحسنت. السلام على الحوراء زينب. سلام الله. بطلة كربلاء جبل الصبر يا سيدتي يا مولاتي يا زينب. الله يساعد قلبك بهذا يوم السابع اليوم يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله مطروح على رمضة كربلاء. الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ضحك يا أبا عبد يا الله حسين. يا, حسين. يا سيدي يا مولاي الله يساعدك يا زينب، رحت ويا عدايد شلون تجمعيهم وتلبيهم يا زينب أطفال عيال لا أحد ولا أثنين. وجدتالك يا أخويا رافك يا يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا أبو الفضل يا قمر العشيرة. الله يساعد قلوبكم، الله يساعد الزهراء، الله يساعد الزهراء يما، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أنت والكادر يوفقكم يحميكم من كل مكروه. جاه الحسين زوار الحسين بحق الحسين وبدمعة رقية وسكينة زوار الحسين ويما روح لك لطولك. سجل ابو ميثم وولده مؤمل ولده الله يوفقك. وعدنا علي عنده حاجه وحسام عنده حاجه رحم الله والديك. ابو مهدي مريض، ام علي همين عندها عمليه بالهند والله يوفقك. خادم على راسك امريني انا خادم ام ميثم جزاك الله خير وممنون من عنديك وان شاء الله مقبول اعمالك. اريد اسمع من لسانك الطيب يا ابا الفضل رحم الله والديك، مأجورة إن شاء الله. شكرا جزيلا أم ميثم. أستاذ محمد خلونا نأخذ متصل آخر. نعم يا عذراء من محافظة بغداد، ردد يا أبا الفضل وإن شاء الله تقضى لك الحاجة ببركة العباس أبو فاضل. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله خيتي. يا أبا الفضل يا أبا الفضل يا كشف الفضل يا أخي أبا الفضل. السلام عليك يا سيد مولاي إمام عباس. يا كفيل دينا. السلام عليك يا قمر العشيرة. السلام عليك يا بدر الهواشم سيد مولاي. رزقناك بكنا زيارته وفي الآخرة شفاعته بحق فاطمة الزهراء. اللهم ارزقنا زيارته في يوم الأربعين. أمين يا رب العالمين. يا الله. اللهم عجل وليك الفرج وشافي كل مريض. يا الله. بحوائجنا وندعو طلبتنا ومنه ما إن شاء الله. إن شاء الله عن نجاح والمعدل العالي. أمين يا رب العالمين. إن شاء الله. بس اكتب اسم عذراء. كتبت اسم عذراء وان شاء الله مقضية حاجتك يا اختي. ولي نجاح ومحمد للشفاء. خدمتك. كتبت اسم محمد ماجورا.
وابو ومحسن. ان شاء الله كتبت عذراء ومحمد وابو حيدر مقضيه حاسمه بعد يا اسم ام حسين. نعم بخدمتك كتبت هذا الاسم على راسي خيتي. رددي يا ابو الفضل العباس ان شاء الله ماجوره. جزاك الله خير. شكرا لك ولكل الزائرات خادمات الحسين ايضا لهن موقف مع زينب سلام الله عليها. نعم ابو محمد من بلد ردد يا ابو الفضل العباس ماجور ان شاء الله. يا ابو الفضل يا ابو الفضل يا ابو الفضل العباس السلام عليك يا قمر بن هاشم. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. نعم. السلام على اخيك ابا عبد الله الحسين. نعم. السلام على امك يا ام البنين ام باب الحوائج. نعم. السلام عليكم اخي العزيز ملك الراب. عليكم السلام ورحمة الله. الشرف بك يا زائر العباس. تفضل بالزيارة حياك الله. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. اكشف كربنا بحق الحسين الشهيد يا شهيد كربلاء. أخي العزيز أمول لك الراب سجل لنا اسم أبو بشار. أبو بشار أبو بشار اي والله محمد. اي نعم وان شاء الله ما ننساك بالدعاء السيد محمد خادم السيد محمد. أيوة والله محمد. ادعي لي ادعي الكادر قناه كربلاء وكادر برنامج جاب الفضيل على السبع الدجيل. ان شاء الله جزاك الله خير. ان شاء الله ندعو لجميع الكادر اللي خدام سبع الدجيل والله ان شاء الله يقضي نتشرف بيكم نتشرف. ممنون ممنون. اذا انت من باب الحوائج الباب الحوائج فان شاء الله السلام ان شاء الله من ابو الفضل العباس توصل السبع الدجيل. جزاك الله خير. اي والله ان شاء الله بعيني بس دق لنا الباب من يمك. اي والله ما ابو الفضل يا الله بحرمه ابو الفضل اقضي حاجته يا الله طبختك يا ابو فاضل. اللهم صل على محمد وال محمد. عندنا ابو علي. نعم يا ابو علي من البصره. السلام عليكم. حياك الله حياك وبياك. تفضل حضره ابو فاضل. حياكم الله ادور الله وجهك قدام الكفيل وردد يا ابو الفضل. العباس. يا ابو الفضل مقضي حاجتك. السلام عليك يا ابو الفضل. السلام عليك يا ابو الفضل. ابو الفضل السلام عليك على الحسين وعلى الحسين وعلى الحسين واصحاب الحسين. يا مولاي يا كفيل زينب. يا كفيل زينب. يا عامل اللواء. الإمام الحسين نعم بجاء هذا اليوم يوم أمك يوم أم البنين اليوم اللي ليلتك ليلة العباسي يا نعم. أبو فاضل عايش يمك يا أبو فاضل يا أبو فاضل أشوفك بإيدك علينا وشافينا وشافك يا مريض يا أبو فاضل يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا سيدي يا أم البنين شافينا بارك أشوفك يا أبو فاضل الحسين عليك باقي زينب عليك باقي الزهر ام الحسن يا سيدي يا مولاي. ان شاء الله الخاطر الزهر ام الحسن كل شيء يقضي. اي والله الشفاء من كلها تتيسر ما تظل معسره لا وعيون سبع القنطره ابو فاضل. اي والله اي والله عامل لواء الحسين ابو فاضل الله يرضى عليك ويرضيك يقضي لك حاجتك. ارسم عليك مأجور مأجور يا أبو علي من البصرة. تحياتنا لأهالي البصرة الأعزاء خدام الحسين مشاية أبا عبد الله إن شاء الله يحفظك يسترك ويحفظ كل خدام الحسين بالبصرة الله يعزك. تفضلوا معي يا زوار العباس. من عندنا بعد أستاذ محمد. نعم يا سحر من محافظة بغداد. السلام عليكم أخوي. أي بيها حرقة اليوم هذا السلام من البداية بيبكي. ابكي على زينب خيتي ابكي. زينب تستاهل الدمعة. صيحي آه يا زينب وتفضلي. آه يا زينب آه يا زينب وعليك الكافي اكفلني أنا والله بهالأيام زينب الله يساعدها. شلون جاي تقضيها زينب إذا رقية بكت سكتها إذا بكت سكينة سكتها. هاي تقول لها عمه هاي تقول لها عمه هاي تقول لها عمه هاي تقول لها اين ابي هاي تقول لها اين اخي يا مولاي يا مولاي. ايه يا مولاي معافيك تشافيني المرضات بيوم العاشر اريدك تشافيني الشافيني شي يجيب هالايام. انا متاكد العباس العباس زعلان لان زينب خذوها ميسره زعلان العباس. تعرفين يعني شنو زعلان العباس ابو فاضل. العباس يمشي على خيط زينب كذوها ميسرة من غير والي. عليك بجسد الحسين عليك بعطش خيك الحسين. سعد الله قلبك يا الله. عليك بالخنصر يا مولاي يا مفاضل. يا
يا ابو فاضل قومني وقومك ويا ابن هذا المويه اختوي عليك بالسهره اسم عليك بطلع الساره اريدك الله يسعد قلبك يا زين شاف امي واخويا يا والله والله المرض تعبني وين اروحاني وين اروح ما عندي غير انا ذاك باب اخوك الوحشيين اسم عليك باخوك الوحشيين ما ترجعني الله يبارك عليك العباس يحييك حاجتك انا دقيت باب اخوك الحسين بعد يحفظك العباس انتو اخوك الحسين تكفلوني هاي الليله عاد خليته يم الله ويم خليته يم الله ويمكم بعد ان شاء الله بعد يمهم ماكو حمل مطروح ان شاء الله مسهله ولو انا بهاي الايام اخجل اطلب من عندهم اخجل اطلب من عندهم ليه زينب بهاي الايام مفجوعه الايام عيون العباس على خيتي زينب وين ما تروح وياها الراس يصد على خيته راس ابي الفضل العباس وهو موضوع على الرمح الله يساعد قلب زينب ممنون خيتي جزاك الله خير الله يخليك من البكائين على الحسين اي البكاء على الحسين الامام الرضا سلام الله عليه قل له يا ابن شبيب يا ابن شبيب إن يوم الحسين قد أقرح جفوننا وأسبل دموعنا سوى بكم يوم الحسين سيدي ساعد الله قلبك سيدي ساعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان عدنا زار آخر من كربلاءكم من عزيزتكم من قبلة الأحرار من التي تؤثر بالقلوب والتي تستقطب القلوب والتي بها تغفر الذنوب وتكشف الكروب كربلاء المقدسة وقناتها نردد آن وياك من الأخت غفران مو أستاذ محمد الوجدان الأخت وجدان تفضلي من الديوان يا ردد يا أبو فاضل نعم يا وجدان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الله يثبت أجرك إن شاء الله يا ابو الفضل عباس يا قبر بني هاشم يا كشف الكرب عن وجهك الحسين اكشف كربنا وهمنا بحققك الحسين يا ابو الفضل عباس يا قمر بني هاشم يا كفيل زينب شاف مرضانا وتقضي حوائجنا عندنا مرضى وعندنا حوائج يا ابو الفضل عباس اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل وليك الفرج السلام عليك يا ابو الفضل عباس يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء السلام عليك يا ابن خديجه الكبرى السلام عليك يا ابن عمي أم الدين يا باب الحوائج يا كفيل زينب يا قمر بني هاشم عندنا مرضى ممكن نسجل أسمانا على راسي خيتي بخدمتكم بخدمتكم تفضلي سيد حسن ومعالي بالشفاء وسيد حميد ومحمود بالشفاء سيد حميد عفوا بس عيد الاسم سيد حميد سيد حميد بالشفاء ايه ومحمود بالشفاء ايه نعم وجنان طيب ومهبة بالشفاء وهبة أم هبة اي نعم بعد وعلي بالشفاء ذكرت ادعي لكل الشعبان عندي من فضل العباس ان شاء الله بخدمتك على راسي ان شاء الله احمد واحمد وعائشة الله يشافي مرضاكم ويرحم والديكم رحم الله والديك دعواتك لقناة كربلاء وكادرها دشوفون البث المباشر لقناة كربلاء هذا هاي الجهود هاي الجهود كلها عبارة عن محبة وعطاء للحسين سلام الله عليه وكل هذا الشيء ونشعر بالتقصير ممنون خيتي جزاك الله خير الجزاء مستمرين وياكم لا نكل ولا نمل من أداء الواجب للزوار إن شاء الله لدينا أيضا رسائل إخواني الأعزاء إن شاء الله نأخذ إيش كم اتصال أستاذ محمد لو نأخذ الرسائل أنا بخدمتكم خلنا نأخذ هذه الأسماء إخواني الأعزاء قلدوني الدعاء والزيارة وإن شاء الله مقضية حوائجكم إخواني هاي باب العباس أبو فاضل ببختك يا أبو فاضل العباس أنت أبو قلب الحنين هم عندهم حوائج أنا بهاي الأيام أخجل أطلب من عندك يا أبو فاضل لين واقعين بمصيبة والواقع بمصيبة ما تطلب من عنده رغم أنتم الله عز وجل جعلكم بابا من أبواب الحوائج طريق أرشد وباب يقصد وإن شاء الله لا ترد الحاجة بحضرتك يا أبو فاضل العباس هاي الأسماء كلفوني سيدي وأنا دائما أترخص من عندك بوقفتي هنا ولما نطلب الحاجة عليك إبداع الزينب الزوار اللي كلفوني لأن بيهم ناس أمراض سرطان وبيهم بعدهم أطفال ومرضى وبيهم سكر وكلش متأذين بيهم ناس ما أخذهم الشوق زيارتك يا أبو فاضل هو يحبوك خصوصا بما فيهم المتكلم دائما أقول اللهم ارزقني زيارة الحسين اللهم ارزقني البكاء على الحسين اللهم ارزقني زيارة أربعينية الحسين يا رب العالمين اجعلني من الماشين للحسين يا الله خلي قلبي كله للحسين وبخدمة أبو فاضل عزيز زينب سلام الله عليها خليني متأثر دائما بعاشورة وكل من يراني يتأثر بعاشورة
تدرون هاي ليش؟ لأن الإمام الحسين سلام الله عليه بالدعاء عند رأس الإمام الحسين تقول اللهم اجعل قولي بين الناس مسموعا وأثري عندك بالخيرات متبوعا. يعني اكو خدام الحسين يذكرون بآل بيتك، واحد لما نشوفه تتذكر آل البيت عليهم السلام من خلال أخلاقه وأفعاله. لذلك النبي محمد قد جسد هذه الأخلاق الكريمة ونقلها عبر العترة الطاهرة، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل قد خاطبه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. محمد ابن غدير نتمنى له الشفاء ببركة أبو فاضل العباس سلام الله عليه. يا أخو زينب يا سبع القنطرة سيدي مولاي عينك على هذا الطفل الله يمن عليه بالعافية، وكذلك الحاجة أم علي الشفاء لها من ظهرها بحق ظهر أبي الفضل العباس، قلدتنا الدعاء والزيارة إلى الآن تشكو. والإعلامي علي وكذلك أبو علي عفوا أبو علي الحاج نصيف وعلي قضاء الحاجة وكل خدمة الحسين اللي قلدون الدعاء والزيارة. الأخ الإعلامي من محافظة واسط الإعلامي علي فضيل الشمري يتمنى له قضاء الحاجة، اتصل بي وقال يا بوصل سلامي لأبو فاضل العباس وخدمة الحسين في كربلاء المقدسة وزوجته أم حسين وابن حسين أيضا الشفاء والعافية. الأخ أحمد الظاهر أبو الفضل أيضا الشفاء والعافية وقضاء الحاجة، طلب من أبو فاضل العباس سلام الله عليه، وصلت رسالتك. الأخ حسين قمر وذويه قضاء الحاجة، هيئة أبو الفضل العباس نتمنى لهم قضاء الحاجة والحفظ والسلامة. والأخ حسين العامري وحازم جنة خدام هيئة أبو الفضل العباس سلام الله عليه. المرحوم الحاج سعيد الطائي الترحم على روحه الشريفة، وكذلك الحاج حيدر الطائي الحفظ له ولزوجته ولذويه، كذلك سجاد الشوي لجاسم الخفاجي والأخ كرار ابن فاطمة وأمير ابن فاطمة يوسف جبار وجبار مطشر الطفل طه مياس وحج خلف وأديان عبد المطلب وإيمان عفوا عبد المطلب والحاج سعد الماجد وذويه قضاء الحاجة، وكذلك أم محمد من نجف علي بن أبي طالب. يمكن بقالنا وقت أستاذ محمد لولا لعد خلى ندير وجهنا للعباس أبو فاضل ونحيى أبو فاضل بنداء يا كاشف الكرب على مدن لحق نذب الورقة وتطمنون تشوفونه لما نذب الورقة بحضرة أبو فاضل العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كربنا بحق الحسين يا أبا الفاضل.